بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ربنا فينا وراد بنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى. اللهم اجعلنا مخلصين خالصين، اللهم اجعلنا من أهل السداد ومن أهل النعم ومن أهل السلام، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. مذكركم ببعض مناقب نبينا عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: هل أتى، أنا مخاطب النبي سائلة النبي عليه الصلاة والسلام، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ كيف أخيب وكيف أولي بسم الله؟ كيف خاب ظنه في الناس وأنا مهموم على وجهي؟ فلم أستفق من شدة سوء المعاملة، فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالي. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان خبير بأرض شبه جزيرة العرب. فرفعت رأسي، ربي ألهمه أن يرفع رأسه، كأن اللي مش يقبل عليه النبي عليه السلام أن الوحي المتين مأموريته، كأن ربي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتهيأ ويرمي إلى رحمة الله اللي هي عليها الأعمال، لأنه مش تعال تعمل دعوة للبشر يا ناس، فيقوا فيقوا من غفلتكم، كونوا في إرضاء من لا يرضى عنكم. الرضا ما يكون رضا الرحمن هو الثابت هو يستحق. فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني رحمة الله في مشكلة ويتؤذيه، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني، أي سحابة فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما أرد عليك من سوء أدب وسوء قبول وسوء المنطق، كان هناك منطق، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي بوصول الأذان المتبادلة، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، أي ما بغيت، إن شئت أطبقت علينا أخشبين أي جبلين. فقال النبي: ثم شربي وأنا أحبك وأنا كون بمني رؤوف رحيم، نبي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أو الأمل في الله أو الحكمة السياسية أو الحكمة الموقفية، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وتم. وهذا الحديث متفق عليه. نسأل الله السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة.